نروح معاكم لمأساة طفل. طفل اسمه عمر، عنده 7 سنوات، لكن الحقيقة وزنه 77 كيلو وبيعاني من مشاكل صحية كتيرة، رصدتها الزميلة نهى حمزة. نشوف مع حضراتكم مأساة عمر ونرجع نحاول نلاقي له حل. عمر اتولد طبيعي خالص، وكان عدى مرحلة عمره 3 سنين، كان بيمشي ويلعب مع الأطفال زي أي طفل بيبص من الشباك. اتقلب، اتفتح دماغه، راح لدكاترة، اتعمل عملية والعملية نجحت. بعد كده مع مرور الوقت عمر جاله سخونية وتعب، في أثناء تعبه جسمه بقى يتضخم، وفي نفس الوقت بقت والدته توديه مستشفى واتنين وتلاتة، وللأسف ما بقاش في نتيجة. آخر 3 شهور اللي فاتوا دول عمر لقينا جسمه بيزيد 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 بيزيد، زاد في أقل من 3 شهور 50 كيلو. الموضوع كله كان استغراب، وفي نفس الوقت بين الأطفال ما بيلعبش، ما بيروحش المدرسة، بيتهاجم في المدرسة، لو نزل يلعب من الأطفال ممكن طفل يضربه أو ممكن يتريق عليه. حالته النفسية صفر. هو ذكي جدا، تحس ان انت بتتعاملي مع راجل كبير عنده 30 سنه وعاقل. عمر علاجه صعب جدا، وعلاجه مش عايز اخصائي او طبيب اطفال او طبيب مخ واعصاب، ده عايز استشاري كبير جدا يبدا يصنف حالته. عشان عمر يعني الدكاتره، في دكاتره بتقول هو بين حياه والموت، في دكاتره بتقول لك حالته صعبه جدا لازم تسافر بره، لحد دلوقتي مش عارفين. الحاله الاسريه بتاعت عمر حاله تحت الصفر. عمر بالحاله دي اللي هو كل شويه جسمه يضخم، احنا مش عايزين نسيب الطفل ده عشان ما نعديش فجاه كده بعد 10 15 سنه نلاقيه 2 طن ولا طن، وفجاه مش هنعرف نوصل له الحل. واحنا عايزين حاجه واحده بس، عايزين الولد ده يمشي كاي زي اي طفل. وهو قالها لي مره واثنين وثلاثه، انا نفسي اروح مدرستي، نفسي العب في الشارع زي الاطفال، نفسي اعيش حياه زي اي طفل. طالبين حد من الاستشاريين الكبار اللي في مصر يتبنى حالة عمر، وده اللي احنا طالبينه بس، مش طالبين اي مساعدات مادية غير اللي حد يتبنى بس حالة عمر لوجه الله سبحانه وتعالى. أخف المدرسة واكتب ورانا صعب المدرسة. شفنا مشاهدينا معاكم مشكلة عمر. الحقيقة ان دي مأساة، مأساة بنناشد فيها وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، بنحط المشكلة على مكتبها. عايزين نظرة للطفل عمر ومساعدته، او اي حد، يعني والده كان بيناشد انه اي حد ممكن يتكفل بعمر، او اي طبيب متخصص شاف حالة عمر وشايف ان هو يقدر يساعده ياريت يتصل بينا، واحنا هنوصله بوالد عمر. زي ما حضراتكم شايفين الطفل عمر 7 سنوات ووزنه 77 كيلو، اكيد عنده مشكلة داخلية. يا رب نقدر نساعده، واحنا هنتابع معاكم، واي حد يقدر يساعد عمر يتصل بينا. وطبعا بنناشد وزارة الصحة ووزيرة الصحة مرة تانية دكتورة هالة زايد إن هي تستقبل الطفل عمر ويتم الكشف عليه ومعرفة المشاكل الصحية اللي بيعاني منها. يعني ما يبقى طفل زي ده عنده 7 سنوات أكيد مش قادر يتحرك، وأكيد مش قادر يتنفس، ووالده بيقول مش عارف ينام ولا يمين ولا شمال ولا على ظهره. ياريت حد يساعدنا ويكلمنا ويتبنى مشكلة الطفل عمر، لأنه فعلا يستاهل.